شنط. ما انا بقول لك انت الرمز، انت يعني في ناس ساعات تعمل رسومات تاتو، اه لا حاجه يعني تلاقيها عامله سيف وعامله سهم وعامله طبنجه اي وعامله حاجه كده، اقول لها ايه هتاخد الطاقة بتاعتها. انت انت ايه العداء اللي انت فيه ده؟ تقول لي انا بتعرض لمشاكل غير طبيعيه، اقول لها انت مصدره للكون ايه؟ عشان كده حتى الصور البروفايل انا هنعمل حلقه عليها، الورد اخطر بقى ما والبتاع يكون، اخطر ما يكون. صحيح. يعني واحده حاطه قلب وفي سهم، وبعدين جايه بتكلمني تقول لي انا اتخنت وكده، قلت لها ده انت لو ما تخنتيش لازم تتخاني. انت حاطه صوره قلب ليه؟ تقول لي عاجبني قوي منظر القلب، ولا بصي بقى في اللي هي الايه، فاكره زمان القلب اللي هو كان مكسور. نصين، انت تاخدي نص وانا نصه. طب في حد بعد ما حط القلب ده اتجوز؟ لا فاكراها واحنا زمان ايوه ما ايوه جوزوش، ولو ما صحبات، جوزوش ولو بجد صحبات اتحدى، بيتخانقوا. اتحدى. مفيش حاجه اسمها انت النص وانا النص، مفيش حاجه اسمها جيب الفلوس يا جماعه، اللي بيجيب الفلوس يقطعها، نص ال 10 جنيه معاك والنص معايا، ما تعملوش كده، ما تعملوش كده. طيب ثانية انتوا عارفين واحدة، الطاقه دي، ده انتوا بتفقروا بعض. في زيها لا إله إلا الله محمد رسول اه الله. الاثنين مع بعض، مفيش حاجه اسمها حتى يا جماعه، حتى ما تيجي تقولوا لحد لا اله الا الله، ما ينفعش هو يقول لك لا لا الا الله محمد رسول الله، قوليها على بعضها، هو يقولها لك على بعضها، مفيش حاجه اوكي اسمها تقسموا. اوكي هتفضل تقيكم معلقه، صح كل حاجه صح تتقال كامله.